بالقبيات كرمس للكشافه ولدليلات كمان بالقبيات للجيد والسكوتي اللي موجودين معنا اليوم، راح يخبرونا عن هالكرمس وعن المهرجان يلي الغي لنشوف ليش. معنا شرب الابراهيم، اهلا وسهلا فيك. معنا مايا قسطون، يا هلا. ريتا زيتوني، مانويل بطرس، اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. جاي من القبيات؟ صحيح. تقريبا. شرب، الاول شيء خبرنا عن الكرمس، كرمس لعيد السيده، يعني بيكون باي وقت؟ 14 15؟ تقريبا احنا بنحط وقت من 11 ل 14 من 11 ل 14 حسب. نحن كل سنه، نحن لنا عشرات السنين نعملها، كل سنه بيطلع معنا ثيمة معين، بنشتغل على ثيمة معين، وهي الكرمس بتصير انه اكثر الاولاد صغار. نعم، سنه يعني من اي نهار لاي نهار؟ من اي دات لاي دات؟ من 11 من 11 ل 14. رح نحكي بالتفصيل عن الكرمس. مايا، قلتي لي انه كنتوا عم تحضروا لمهرجان والغي المهرجان، هالشيء اكيد بيعز عليكم يعني. حضروا لمهرجان للسنه اللي جايه، بس ليش الغي المهرجان السنه؟ كرمال الاوضاع الامنيه، انه من شهرين الغي، صار لنا فتره عم نحضر فيه بالتعاون مع البلديه. يعني الكرمس حيكون كان بارت صغيره من المهرجان، وصاروا فيه هول الاحداث الامنيه، وكل ما شوي سكروا الطريق، فطلب انه مش بس طلب، يعني كانت خطره شوي انه نفوت بالمهرجان، وخطر انه يجوا العالم، دونك انحصرت على اشياء لوكل. ان شاء الله السنه الجايه يكون الوضع احسن. ريتا، خبرينا شوي عن الكرمس، شو رح يتضمن السنه؟ والكرمس بيكون هن ستاندات العاب للاولاد الصغار من كل الاعمار حتى للكبار، وبيكون في كمان ايفنتات، يعني كل يوم بالمبدا في ايفنت، في نهار في ميني ستوديو، في نهار في سيرك جاي سيرك دي ليبان، في نهار في تالنت شو، وفي ستاندات اكل، في ستاندات العاب هيك جديده. واذا الله اراد رح يكون كرمس كثير حلو وجديد هالسنه. مانويل، وين بيكون الكرمس عادة؟ عادة الكرمس بيكون بسد الغسالة بملعب الثانوية، في ثانوية فوق، و انه بيكون بملعب نقسمه مثل كأنه قسمين، نحن بنقسم هيك وجروبين يعني، وبنفتحه كله على بعضه، بصير كرمس مفتوح للكل، وهيك بينعمل انه قصص كشفية اكيد، انه صاري مايات واتوندارات وهالاخبار. فإذا كرمس أربعة أيام؟ أربعة أيام، من 10 و 11 ل 14، ليلة 14. شربل، تحضير، يعني أنتم ككشافة تحضروا ل إن كان مهرجان أو كان اليوم كرمس من هالنوع، هالشيء كمان بياخذ معكم كثير وقت، بيطلب منكم كثير جهد، ليش ككشافة بتكونوا يعني مسؤوليتكم هيدي بالضياع؟ نحن صراحة بالقبيات الكشاف هو تقريبا أساس كل شيء، يعني وين ما تكون في إيفنت بالقبيات لازم يكون في فوج من ممثل هذا الايفنت، ونحن بنحضر قبل بوقت لشو بدنا نعمله وكيف بدنا نعمل، وبده يكون حدا مسؤول، يكون مسؤول يشرف على العالم كلياته. مايا، هيدي اجواء السنه الماضيه بعم نشوفها على الهواء؟ صحيح. كمان كان كرمس ولا مهرجان السنه الماضيه؟ كمان كرمس، ولا مره قدرنا نعمل مهرجان، يعني مهورة مايا. ما عم بخلونا نعمل مهرجان. ايه للاسف، انه رغم انه الابيات بلد كثير كبيره يعني، وكل اهاليها يعني معلقين فيها وملتزمين كتير فيها، وبيطلعوا عليها ان كان بالشتاء وان كان بالصيف، يعني في التزام كبير من اهالي الابيات بهالمنطقه. على طول ب 15 يعني عيد السيده، بتلاقي انه كل الناس المغتربين وين ما كانوا، وحتى ببيروت كل الناس شو ما كان فيه بدهم يطلعوا على العيد. تراديسيون يعني. فمش ممكن انه ما يكون في شيء على عيد السيده. ايه أكيد. حتى لو شو ما كانت الاوضاع. اكيد. مانويل، عم نشوف الاجواء وعم نشوف الصور، طبعا اهل الابيات بيكونوا موجودين، والمناطق المجاوره كمان بتكون على الموعد. اكيد, أكيد. كل الضياع يعني بينطروا عيد السيده ليطلعوا، لانه مهرجان عن جد مثل ما قالت مايا بلده كثير كبيره، وهي عن جد فيها كل شيء، يعني كل شيء موجود، وكل الحشد بيكون عندنا على هذا الكرمس، لانه بنشغل كله يدويا، عن جد نتعب فيه مثل ما بين بالكرمس، كله يدوي، ما في عندنا شيء انه بيجي راكب خالص. نعم، منلم. نعم، شباب، قلنا انه اهل الابيات كثير ملتزمين بمنطقتهم، بس انتم كشباب وصبايا يعني بتقدروا تطلعوا مثلا تصيفوا شهرين بالابيات؟ طبعا، نحن هي بتيجي عند الشخص الابياتي بيترك كل شيء تيطلع على الابيات ويقعد بالابيات، نحن بنحب يعني الواحد طبعه بحب ضيعته يعني. ويكند، وخصوصا مثلا عنده شغل او هيدا ويكند دغري
على قبيات يعني ما في مجال. مايا ذكرتي انه كان المهرجان يلي للاسف الغي، ولكن ذكرت التعاون مع البلديه، انتم ككشاف دائما متعاونين لكان مع البلديه، ما عندكم دور معقول تكونوا بالمجلس البلدي مثلا القادم او شيء؟ لا ما بيهمنا نحن هالقد، ما بنتعاطى لا سياسه ولا شيء، نحن بالنتيجه جوست هذا عمل تنموي مش مفروض يكون سياسي، بس انه اكثر كشفه يعني، بس بكل شيء عمل اجتماعي اوقات روحي منشارك فيه، لانه في كثير غيرنا يعني، في كثير طلائع، في كثير حركات كشفيه غيرنا في. بس حلو انه البلديه فاذا يعني مستوعبه دوركم وعلى تواصل وتعاون معكم. ايه مشكرة كمان دعمتنا هيدا السنه بمبلغ منيح. لحتى لي تكون الاجواء حلوه بالاوقات تقدروا. كثير بكلف الكارمس كمان. فبنشكر كمان كل السبونسرز يلي ساعدونا. منوال فاذا رح يكون الكرمس من 11 ل 14، الدخول مجاني كله مجاني، والالعاب اكيد انه شيء بسيط يعني، هو شيء مبلغ انه ما له معنى، انه عم نحكي 1000 ليره الكارت يعني، انه هذا هو كل شيء يعني فينا نقوله. بس كل الايفنتات اللي بتتحضر بتكون الدعوه عامه ومجانيه كمان. دائما دعوه عامه ومجانيه هذا يعني هدف اساسي اكيد موجود دائما، حتى لو كان في مهرجان، لو شو ما كان. لو شو ما كان. شربل فاذا هيدا التحضير للكرمس، انتم نشاطاتكم رح تكون اكيد خلال السنه، لما بتكونوا بالشتاء وبتكونوا ب يعني بالساحل او ببيروت ما بتكونوا عم تلتقوا، كيف بتكملوا عملكم؟ نحن مثلا بكل مثلا كريسماس او ايستر او على الاعياد تقريبا في نشاط، في نشاط بالقبيات بيعملوا نشاط وبنشتغل على موضوع معين يعني، مثلا كريسماس سانتا كلوز بوزع هدايا للاولاد. كان عم قال لي شربل كمان انه دائما في تام، في تام السنه للكرمس مزبوط. شو هو؟ حيكون نحن فارم، كان بهمنا انه نعمل شوي عن الفارم، انه تنرجع نردهم اشكال ايه وحيوانات، جايبين حيوانات التراديسيونال يعني حمار مع زاير اللي هن الاولاد نسيوهم، فيبعدوا شوي عن التكنولوجيا هيك تيرجعوا شوي. اهلا وسهلا فيكم، نرجع نذكر كل اللي حابين يتمتعوا بكرمس مميز بالقبيات من 11 ل 14 الشهر. شكرا لوجودكم معنا. ميرسي. نحن رح ننتقل عند ستيفاني مع حيوان مش تراديسيونال ابدا. صباح الخير كاتيا. صباح النور. عندنا ضيف كمان. عندنا ضيف، ضيفين عندنا، ضيفين عندنا رح يقطعوا بفقره بيتس، واليوم الموضوع اي اسئله لازم نطرح على حالنا قبل ما نجيب كلب صغير على البيت او كلب كبير، هو هن الاسئله. ولا من بعد الخبره اللي عشتها معك اسئله كثيره، اسئله كثيره ووقت طويل وتفكير. صح، تفكير. واخر شيء جبنا كلب صغير هلا خايف شوي عم يبكي. ولا برينس. وكمان اليوم مع ناتالي ياغي هلا بعد شوي بدنا نعمل كوكتيلز مع البلوبيريز. مع الفويكة والبلوبيريز بدها تعلمنا كيف. عم طلع صوته. وكمان اليوم عندنا شيف شال عزار، عندنا مهلبية اند بيستاشيو تارت. اوكي معك بولدان. يلا